بالنسبة للشق الدولي، راح ننهضوا إجمالا. فاتت المساعدات الإنسانية اللي قدمها الهلال الأحمر الجزائري خارج التراب الوطني 3000 طن، هي مساعدات كبيرة ومعتبرة. الهلال الأحمر الجزائري كذلك بالنسبة، باش نفصله بالنسبة إلى الأشقاء في فلسطين، قدمنا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 420 طن من المساعدات. تجدر الإشارة بلاه المساعدات اللي تم تقديمها إلى الأشقاء في غزة كانت بمساهمة جميع الجمعيات الوطنية والجمعيات الولائية والأفراد. مخازن الهلال الأحمر الجزائري كانت مفتوحة ليلا نهارا، حتى هناك متطوعين من بعض الجمعيات الوطنية الكبيرة اللي كانوا معنا في المخازن وساهموا معنا في تنظيم هذه المساعدات وفي تقديمها. كي نحكي على مجهود جبار، لأنه باش تعمل جسر جوي إلى العريش ماهوش مجهود شخص أو شخصين أو حتى 10 أشخاص. متطوعي تاع الهلال الأحمر الجزائري كان لهم مجهود كبير، وحتى عمال كذلك اللي كانوا في المخازن، لأنهم سهروا الليالي وهم يجمعوا في المساعدات اللي كانت تقدم فيها اللجان البلدية، اللجان الولائية، الجمعيات الوطنية، الجمعيات المحلية، إعادة تنظيمها، إعادة ترتيبها، وضعها في أحسن صورة باش قدرنا نشحنوها في الطائرات. متطوعي الهلال الأحمر الجزائري اللي انتقلوا إلى مطار العريش، عندنا أكثر من 12 طيارة في كل طائرة. كان هناك متطوعين من الهلال الأحمر الجزائري اللي راحوا، كان في استقبالهم أعضاء الهلال الأحمر الفلسطيني وأعضاء الهلال الأحمر المصري. الهلال الأحمر الجزائري بالمساعدات اللي قدمها الأشقاء في سوريا وتركيا كذلك، لأن كنا من أوائل في خلال الزلزال الفائت، كان الجمعية الوطنية الوحيدة التي استطاعت الاستجابة السريعة في خلال زلزال سوريا وتركيا في 24 ساعة الأولى. كذلك في فيضانات ليبيا، وتواجد الهلال الأحمر الجزائري عبر متطوعيه في سوريا كان له البعد الكبير الإنساني. إذن يعتبر الهلال الأحمر الجزائري من أهم الجمعيات الوطنية المنتمية للحركة الدولية الإنسانية اللي تساهم في العمل التضامني والعمل الإنساني والعمل الإغاثي في الخارج بالأرقام. إذن بالنسبة لغزة نعود نولي، 420 طن من المساعدات تم تلقيها من طرف الأشقاء هناك. بالنسبة هذا كذلك نتحدث في الشق الدولي، هناك العديد من البرامج اللي ما زلنا متواصلين فيها مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأمم المتحدة.